بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في المحاضره دي هنتكلم عن الراديو ثيرابي تريتمنت بلان ايفالويشن، وهي تعتبر الخطوه الاخيره من عمليه التريتمنت بلاننج. احنا بنعمل ايفالويشن او ابروفال للخطه العلاجيه اللي احنا عملناها. معكم دكتور محمد علي مرسي في الزياده الطبي علاج اشعاع من مصر، جمهوريه مصر العربيه. يعني لما نيجي نعمل ابروفال هنعمل حاجه اسمها الايفالويشن قبل الابروفال. يعني الايفالويشن يعني نشوف تقييم للخطه العلاجيه اللي احنا عملناها، وهي تعتبر تاسك مشتركه بين الفيزياء ميديكال فيزيست والراديشن انكولوجيست. طبعا كل ما يكون التكنيك اعلى كل ما الكرياتيريا بتاعتنا بتزيد في الايفالويشن بتاعنا احنا بنعمله. تمام، في شويه بارامترز كده مهمه احنا بنراجعها قبل ما نعمل البلان ابروفل، زي الكونتورنج اللي هو الرسم، البيمز ارنجمنت الحقول العلاجيه والزوايا بتاعتها، الدوز كفرج يعني نشوف الدوز دي مغطيه قد ايه من الفوليوم الخاص بالورم، الهيتروجينيتي الاورجان ات ريسك، البريسكريبشنز الجرعه المقصوفه والدوز بتاعتنا نراجع عليها. هناخد كل ايتمز كده لوحدها كده ونشرحها. نيجي اول حاجه للكونتورنج. انا بالنسبه للكونتورنج اول ما الدكتور بيخلص رسم انا قبل حتى ما ابدا البلان بتاعي براجع على الرسم بتاع الدكتور اللي رسم الحاله، اشوف الاورجان ات ريسك مرسومه، اشوف لو في اوفرلاب بين البي تي في مثلا والاورجان ات ريسك اللي عندي، خصوصا لو انا اشتغل مثلا اي ام ار تي ولا رابيد ارك او هنعمل تكنيك الاس اي بي، فمهم اشوف مثلا البي تي في الهاي ريسك فين والانترميديت واللو، ولو في اوفرلاب بين الاورجان ات ريسك هل هقدر هعمل جروب ولا مش هعمل، البريورتي بالنسبه لي البي تي في ولا الاورجان ات ريسك. فدي كلها افكار قبل ما ابدا الخطه العلاجيه بتاعتي لازم انا اراجع على الايه كونتورنج. فبالتالي لما الدكتور يخلص الكونتور انا براجع عليه. تمام، طيب انا دلوقتي خلصت الخطه العلاجيه بتاعتي وانا فمن حق الدكتور برضه يراجع، يعني انا مثلا عايز اشوف البي تي في يتاكد الكلام ده كله، يشوف مثلا اللو ريسك جوه الهاي ريسك جوه الانترميديت جوه اللو ريسك والكلام ده كله. فبرضه من الايفالويشن بتاعنا ان احنا نراجع الكونتورنج بتاعنا قبل البلاننج وبعد البلاننج كمان، ومن حقه برضه يشوف الدكتور ممكن يكون بالخطأ نسي يرسم اوردر اورجان ات ريسك او يشوف حتى المكان بتاعها الدوز بتاعتها الكلام ده كله. فالكونتورنج ده اهم حاجه، اول حاجه احنا بنراجع عليها. تاني حاجه البيم ارنجمنت والفلتس، طبعا اللي هي الزوايا بتاعت الحقول العلاجيه بتاعتنا، سواء بقى انت هتشتغل سيمبل بلان 2 دي او 3 دي بوكس تكنيك اوبزيت فيلد الاي ام ار تي الفيمات بلانز. طبعا انا دايما اقول للفيزياء اللي بيشتغل في الفيزياء الطبيه او مجال الراديوثيرابي، يعني هو الشطاره بتاعتك انك انت مش تعمل 20 فيلد ولا 25 فيلد عشان تطلع البلان، تطلع بلان واو. لا، الشطاره بتاعتك انك انت تعمل سيمبل تكنيك او سيمبل بلان وفي نفس الوقت تحصل على النتائج اللي انت عايزها. فده مهم جدا، يعني انا ممكن اعمل 50 فيلد مثلا وهيطلع بلان زي ما الكتاب بيقول، بس عندي اللي هو الكي فاكتور تريتمنت تايم بتاعي مهم جدا. يعني انا بالنسبه لي اكون مثلا عامل اي جي ار تي للحاله وبعدين قعدت المريض على الكاوتش بتاعت التريتمنت 20 دقيقه مثلا ولا 40 دقيقه ولا 15 دقيقه بياخد الجلسه بتاعته، في نسبه كبيره ان المريض يمكن يتحرك اثناء الجلسات او يعطس او يكح او يحرك ايديه او يحرك رجليه او يزهق من القعده. فانت الفيزياء الشاطر انا دايما اقول اللي هو يحقق الكريتيريا بتاعته باقل عدد فيلدات، بس طبعا مش معنى ذلك انك انت يعني يبقى في عدد فيلدات قليل وتيجي ده على حساب مثلا دوز هوموجينيتي او الدي في اتش بتاعك، لا انا اقصد ممكن تبذل مجهود شويه بس كل ما تقلل عدد الفيلدات بتاعتك طول ما اقل كل ما يكون البلان بتاعك افضل، خصوصا انت مثلا حالات زي الباليتيف مثلا، حالات الباليتيف بتاعتنا هي جرعه تسكينيه، فالافضل انك تعمل السيمبل تكنيك اي بي بي اي بوكس تكنيك ثلاث فيلدات مثلا اوبليك كده، يعني تبقى حاجه سهله، لكن مش تعمل مثلا حاله هتاخد 20000 ولا 30000 هي باليتيف على البون ولا على الهول برين وتروح عاملها مثلا كومبلكس، يبقى انت كده
خدت وقت طويل على الجهاز، وفي نفس الوقت يعني الراديو ثيرابي هو جرعة، ساعتها جرعة تلطيفية يعني مش تريتمنت يعني. ماشي. بالنسبة مثلا بالبيانات ال 3 دي نشوف البيم ارينج بتاعتنا، البيم ارينجمنت بتاعتنا. على سبيل المثال اول انا مثلا ما اجي اعمل الخطة العلاجية بتاعتي، مثلا على سبيل المثال لو عندي حالة مثلا بيتيوتري، فمش منطقي انك انت تخش بفيلد دايركت في العين بتاعت المريض حتى لو انت عامل بلوك على اللينس او عامل بلوك على الاي. فلازم انت تختار الخطة العلاجية بتاعتك تكون متخيل البيم الرينج بتاعتك في دماغك، لان حتى لو التي بي اس مديك ارقام في التولرانس بتاعتك، بس انت في نفس الوقت دي ارقام، لكن في مثلا لو دوزز الماشين وهي بتاخد التريتمنت بتاعها، الاي جي ار تي، المعالج على الجهاز، في ايرور حصل بتاع، فانت ما تحطش المريض في ريسك انك انت تحط دايركت فيلد بين عينيه عشان تحقق البلان بتاعك. فالافضل انك انت تتاكد من الفيلدات بتاعتك وانت شغال، تختار طرق سهله وانت بتدخل البيم بتاعك للبي تي في بتاعك، ما يكونش فيها اورجان ات ريسك مهمه او تروح داخل من خلالها مثلا حالات زي الهيدندنك مثلا، في ناس ممكن تلاقيه داخل في الشولدر بتاع المريض، ممكن المريض واخد على الاقل 50% من الدوز بتاعتك داخله في البون بتاعت الشولدر بتاعك، فانت تبقى تاخد بالك وانت شغال انك انت البيم ارينج بتاعتك اول حاجه تكون داخله في اماكن مش هتاثر على المريض بعد كده، وبرضه ما تكونش مثلا المريض يكون ليفت وانت مدي فيلد من ناحيه الرايت، فلما هنيجي نعمل شيفتات على الكاوتش هتلاقي اما الجانتري هتخبط المريض اما المريض هيقع من على الكاوتش بتاعك يعني. فانت يبقى انت الفيلدات بتاعك كلها تكون في نفس الاتجاه، تبقى الترتيب بتاعها مناسب، بالزوايا تكون متقاربه، ما تخشش من اورجان ات ريسك، تشوف يعني المريض بيكون امانه في رقبتنا، وساعات الطبيب ما يكونش قوي شويه فانت ما ياخدش باله من التفاصيل دي، بس انا والمعالج اللي على الجهاز واخدين التفاصيل. ونصيحه برضو يعني، انت لو المعالج اللي شغال معاك راجل تراست انت تثق فيه وجي قال لك مثلا يا فلان معلش راجع البلان ده، اصل الزوايا احتمال مثلا الكاوتش او الجانتري تخبط الكاوتش او الجانتري تخبط المريض، او شوف الزاويه دي لا حاول تغيرها بتاع، اسمع منه، لان هو في الاول والاخر هو مصلحه المريض، مش موضوع هيمنه او مين صح او مين غلط، بالقدر اللي هو عايز يثبت ان احنا المريض بتاعنا امانه. تاني حاجه انك انت تشوف البيم اي فيو بتاعك في ال 3 دي، انت سهل تقفل على الاورجن ات ريسك بتاعتك، يعني مثلا تشوف الجو بتاعك بتفتح ازاي والام ال سي، فممكن مثلا بالمالتي ليف بتاعتك تروح محركه كده مثلا قافل على اللينس بتاعتك، قافل على الاوبتيك نيرف، قافل على البيتيوتري بتاعتك، خصوصا حالات البرين يعني البرين والهيدندينك فيها اورجن ات ريسك كتير وحاجات كلها الدوز سنتيفيتي بتاعتها عاليه يعني التولرنس بتاعها عالي، فانت ممكن وانت شغال كده تشوف البيم اي فيو بتاعك، تشوف الزوايا بتاعت الجو، محتاج تعمل كيلومتر انجل، محتاج تعمل تكنيك فيرتكس يعني زاويه جانتري مع زاويه كاوتش، فمهم انك انت تراجع الزوايا بتاعت التريتمنت بتاعتك وتشوف البيم اي فيو بتاعك، تشوف ممكن يكون الجو قافل على البي تي في او الجو فاتح على اورجان ات ريسك، وده كله مهم بالنسبه لك يعني انك انت تطمن ان الام ال سي بتاعتك او البي تي في بتاعك متغطي بالام ال سي بتاعك متقفل عليها كويس، والجو بتاعك الزوايا بتاعته ايه او الروتيشن بتاعه ايه لوجيك يعني. تاني حاجه مثلا نيجي حالات الاي ام ار تي والبلانس، احنا دايما يعني اهم حاجه نشوف عدد الفيلدات وعدد الارك، ونشوف يعني في الغالب احنا بنشتغل اي ام ار تي او رابط ارك خصوصا في حالات الهيد والهيد، نعمل بقى النانكو بلانر والكلوب بلانر والكلام ده كله، بس المهم وانت بتدي زاويه كاوتش مع زاويه جانتري لازم يعني لازم تشوف الارقام بتاعتها، ممكن على التريتمنت على السيستم عندك تريتمنت التي بي اس بتاعك انت شايف البلان كويس الزاويه وبتاع الكلام ده كله، لكن براكتيكال تيجي على الجهاز لا ممكن الجانتري تخبط المريض تخبط الترابيزه، فمهم تحط زوايا للنانكو بلانر والكلام ده كله
جيب السينيور المعالج اللي عندك، كلمه اقول له في هعمل زاوية كذا كذا، في مشكلة في الزاوية دي. هو في دماغه يكون متخيل الزاوية، وتعمل دراي تيست قبل ما تدخل المريض وتشوف الزاوية بتاعتك عشان تحافظ على المريض وتحافظ على الجهاز بتاعك. وكلنا في الاخر زي ما بقول احنا بنشتغل للمريض، يعني احنا بنتمنى الجودة بتاعتنا في البلان عشان خاطر المريض. فلو في الدكتور ليه رأي او الفيزياء او الفني، ده كله لمصلحة المريض. نيجي لحاجة اسمها دوز كفرج. احنا كل ايزو دوز عندنا بيمثل نسبة مئوية من الجرعة اللي هتوصل للورم. يعني بمعنى بسيط ان احنا مثلا عندنا في البلان ايه، او الاي والبي والسي دي، عندنا مثلا البي دي في بتاعنا لونه احمر، عندنا 95% من الجرعة الموصوفة متمثلة بالايزو دوز لاين لونه اخضر. تمام. طيب مقصود بالكفرج ايه؟ يعني احنا بالنسبة لنا المينيمم اكسبت بالنسبة للايزو الدوز بتاعتنا اللي هي 95. يعني انا لو 95 مغطية على الاقل 95% من الفوليوم بتاع البي تي في، انا بالنسبة لي البلان ده اكسبت. طيب هل كل 95 موجودة جوه البي تي في هتبقى اكسبت بالنسبة لي؟ لا طبعا. بمعنى نيجي هنا في البلان، يعني لو جينا اتكلمنا على ايه وبي مثلا، هنا ايه، هتلاقي فعلا تقريبا ال 95%. لو احنا بقى عملنا سكرول كده بالماوس بتاعتنا وشفنا البي تي في ثلاثي الابعاد وشفنا ال 95 مغطيه دي، فهنقول مثلا البلان ده انا راجعته ثلاثي الابعاد كده ولقيت ال 95 واخد الشكل ده، مغطيه تقريبا البي تي في كله، ممكن اجزاء مش متغطيه، بس بالنسبه لي البلان ده اكسبت، لان هيكون في الغالب ال 95 من الدوز دي واصله ل 95% ويمكن اكتر من الفوليوم بتاع البي تي في. طيب هل البلان بي ده بالنسبه لي اكسبت؟ هو على الشكل على الورق لا، يعني ال 95 لا مغطيه البي تي في كله، ولكن هي خارج البي تي في يعني مسافه كبيره، فهتلاقي ان الهيلث تيش حوالين الورم هي واخده برضو 95% غير مبرره. فانا بالنسبه لي انا لو هختار بين الاي والبي، لا انا اختار ايه، لان بالنسبه لي هو حقق الكريتيريا بتاعته، وفي نفس الوقت لو في اورجان ات ريسك حوالين البي تي في هتلاقي وصل لها جرعه اقل. تمام. طب نيجي هنا للسي والدي. عندنا ال 95 هي جوه البي تي في، بس هنا مفيش دوز هوموجينيتي. هنا في الاي والبي كان في دوز هوموجينيتي، لكن هنا مفيش دوز هوموجينيتي. هنا ال 95 وال 83، هنا ال 83 مغطيه البي تي في، بس بالنسبه لي ال 83 نوت اكسبت، فال 95 هنا برضو مش مغطيه نوت اكسبت. فكذلك دي تقريبا اللون البربل ده اللي هو 78% مغطي، لكن ال 95% مفيش دوز هوموجينيتي هنا، فده نوت اكسبت. نوت اكسبت ممكن بعض الناس ممكن تعمل اكسبت ده، بس بالنسبه لي الايه ده هو الاكسبت. فبالتالي واحنا بنعمل ابروف للبلان لازم نراجع الايس دوز لاين، وكمان ما نراجعش بالكالاروش. الكالاروش مش هيديك مثلا ال 80% او ال 50% جوه البي تي في، يعني في البلان كله او في الكيس كلها. ساعات انا الكفر 95 كويس جوه البي تي في، لكن ما تيجي تشوف الايزو دوز لاين ممكن تلاقي ال 80% عندك على السكن، اللاين بتاع ال 80 موجود في السكن هنا مثلا، ما تيجي تعمل كالر روش هتلاقيه جوه البي تي في، مش ما فيش ال 80 مش ظاهر عندك في الكالر روش، لكن في الايزو دوز لاين ظاهر في الكالر روش. فطبعا انت كالر روش وريته الدكتور، ده تمام ما فيش كله تمام 95 جوه البي تي في، لكن لو انت اشتغلت بالايزو دوز لاين ساعات بتلاقي عندك ال 80 موجود على السكن بتاع المريض. فبالتالي تغير بقى البلان بتاعك، تغير الانرجي بتاعتك، تغير البيم ارينجمنت، الكلام ده كله. فمهم الاول حاجه بعد ما احنا نراجع الكونتورنج ونراجع الزوايا بتاعتنا، نراجع الدوز كفرج بتاعتنا، نشوف ال 95 وال 100 وال 90 والكلام ده كله. طبعا طالما هنتكلم عن الدوز كفر يبقى هنتكلم عن الدي في اتش. الدي في اتش اللي هو الدوز فوليوم هيستوجرام، هو علاقه بين الدوز والفوليوم. الدوز بيتمثل في الاكس اكسس، اما بيكون بالبيرسنت ريليتيف، يعني نقول 80 90 95%، او بالدوز، يعني نقول مثلا لو قلنا الجرعه التوتال بتاعتنا مثلا يعني 50، يبقى ال 95 بتاعتنا هي 47.5 جرام، فنبتدي نعمل الايفالويشن بتاعنا من 47.5 جرام. والافضل انك انت تعمل الايفالويشن بتاعك بالابسوليوت، ما تعملش بالريلاتيف. الابسوليوت يعني بشوفه ادق
يطلع لك يعني نتيجة أدق من الريلاتيف، تمام. وعندنا على الواي اكسس عندنا الفوليوم لما بيكون بالابسوليوت بالكيوبيك سنتيمترز او بالريلاتيف برضو بالنسبة للمئوية. فانا بالنسبة لي مثلا لو فرضنا دبلين، فانا باجي هنا مثلا امسك بالماوس كده واشوف ان ال 95 طبعا اللي هو الشكل الدي في اتش ده بيمثل البي تي في بتاعنا او التيومر بتاعنا. فاحنا بشوف ال 95، احط الماوس هنا واشوف ال 95% من الدوز واصله لكام من هنا من الفوليوم، لقيتها معديه ال 95 فيما فوق، ده اكسبت بالنسبه لي. وفي نفس الوقت برضه بيدينا انفورميشن بالنسبه للاورجن ات ريسك بتاعتنا. طيب احنا قلنا الثريشولد بتاعتنا في الاكسبت بتاعنا اللي هو ال 95% من البي تي في. طيب هل ده قانون؟ لا، هو الاي سي ار يو قال لنا كده، لكن بعض الحالات بيكون لينا في بريوريتي. مثلا بتلاقي مثلا عندك في اوفرلاب بين الاورجن ات ريسك مثلا والبي تي في بتاعك، فالدكتور الطبيب يقول لك لا، حافظ لي على الاورجن ده، وفي نفس الوقت انا بالنسبه لي الاكسبت 90 اكسبت كويس جدا يعني، تمام. فبرضه هي انت كفيزياء بتشتغل تعمل اللي عليك، تحقق تعمل البلان زي ما الكتاب بيقول. يجي بقى الدكتور يقول لك معلش انا شايف الدوز عاليه شويه في السباينال كورد، في الريكتام، في البلادر، في البتاع. لا، يبقى احنا ايه، هو القرار انت كفيزياء بتشتغل بلان كويس، قرار بقى للدكتور. عايز يقول لك لا، غير، قلل، زود، هو المريض بتاعه، هو الكلينيكال هو مسؤول عن المريض، تمام. يعني عندنا بلان، هو مثلا عندنا دي تقريبا حاله بروستيت، في عندنا مثلا البلادر والريكتام والهيدو فيمر رايت والليفت، فبالنسبه لي دول الاورجن ات ريسك موجوده في حاله زي كده مثلا، فبالتالي ابتدي اشتغل على الاورجن ات ريسك اللي عندي. فمعروف مثلا الريكتام بيكون 50 50 50 من الدوز يوصل على الاقل، يعني ما يوصلش لاكثر من 50% من الفوليوم من الريكتام، ماشي. والبلادر نفس الحكايه، والهيدو فيمر، فبيكون في افكار كتيرة وفي كريتيريا كتيرة وانت شغال بتحقق. طبعا بتختلف ال 3 دي عن ال اي ام ار تي. 3 دي مثلا في الحالات البلفيس او بتاع يقول لك فيز 1 وفيز 2، بتعمل بلان سام وتعمل ايفالويشن، عكس مثلا الاي ام ار تي والرابد ارك بتعمل حاجه اسمها الاس اي بي وتعمل الايفالويشن بتاعها. فالقرار النهائي في الايفالويشن والكلام ده كله كفيزياء انت بتشتغل بلان زي ما الكتاب بيقول، لكن في القرار النهائي يمكن الطبيب يقول لك لا، انا عايز ازود، اقلل، ارفع لي دي، لا، نزل لي دي. تاخدها بصدر رحب يعني، هو مش تقليل منك اكتر ما هو شايف حاجة انت مش شايفها مثلا، او هو شايف المريض مثلا في فاكتورز المريض هو شايفها مثلا، السن، البرفورمانس بتاعة المريض، الكلام ده كله. فهو مهم بالنسبة له برضو الكواليتي لايف بتاعة المريض، ممكن مريض سنه صغير فمش عايز يعاني مثلا بعد وقت معين من العمر بتاعه يعني، تمام. احنا عندنا حاجة برضو اللي احنا قلنا الهيتيروجينيتي، الهيتروجينيتي اللي هي الخاصه بالهوت سبوت والكولد سبوت والموجوده جوه البي تي في والبلان نفسه يعني. فالهيتروجينيتي هي الفاريشن الموجوده في الدوز ديستريبيوشن الموجوده في البلان بتاعتي، بتكون متضمنه المينيمم بي تي في دوز اللي هي الكولد سبوت والماكسيمم دوز الموجوده يا اما ويز ان او اوتسايد البي تي في بتاعنا، وده الهوت سبوت بتاعنا، تمام. احنا الاي سي ار يو في السيرس بتاعتها المختلفه من اول 50 و62 وتطالع لغايه ما توصل للاي سي ار يو الخاصه بالاي ام ار تي، قال لك احنا الاكسبت بتاعنا من 95 ده المينيمم بتاعنا، والهوت سبوت اللي هي تقول اكسبت بالنسبه لك توصل ل 107. في ناس بتقول لك مثلا ممكن اكسبت لغايه 110 115، بس يعني اللوجيك كله اغلب الناس شغاله بيه اللي هو 95 107. طبعا الهيتيروجينيتي اللي هو الكولد سبوت والهوت سبوت بيكون اعلى في الثري دي بلان عن الاي ام ار تي، منطقي انك انت ما بتقدرش تتحكم في الهوت سبوت والكولد سبوت بمجرد بس انك لها شغلنا في الثري دي، انت بتتحكم بس بالام ال سي، بالوينج بتاع الفلدات، بالنورماليزيشن، بعدد الفلدات بتاعتنا. فممكن بلان تقدر تظبطه طبعا كهوت سبوت وكولد سبوت، بس لما تيجي تقارن ال 3 دي بالاي ام ار تي، لا، الهوموجينيتي في الاي ام ار تي افضل من ال 3 دي، تمام. طيب هل كل كولد سبوت او هوت سبوت نوت اكسبت؟ لا طبعا. على سبيل المثال لو احنا مثلا عندنا الهوت سبوت جوه البي تي في بتاعنا، جوه الجي تي في بتاعنا، فده اكسبت، عكس ما تكون الهوت سبوت خارج البي تي في بتاعنا،
تكون في اورجن ات ريسك. يعني انت مثلا لو البلان 107 107 او نقول 108 يعني نقول 107 107 ممكن تكون اكسبت جوه البي تي في نفسه او جوه الجي تي في، لكن مش ال 107 بتاعتنا موجوده مثلا في الاورجن ات ريسك، لا. يبقى انت بتدي تقلل الهوت سبوت بتاعتك او تحاول تشوف زاويه تانية او تغير الانرجي او تغير الوينج بتاعنا او النورماليزيشن عشان تطلع الهوت سبوت بتاعتك من جوه الـ من جوه البي تي في، من جوه الاورجن ات ريسك بتاعتك. برضو الكولد سبوت، الكولد سبوت لو هي على الايدج بتاعت البي تي في اكسبت، هيكون هي في سلايد او سلايدين مثلا ماشي اكسبت، لان احنا قلنا بتاعتنا الكريتيريا بتاعتنا من 95 دوز ل 95 فوليوم، يعني احنا اقل حاجه. فمنطقي انك انت ممكن في 5% من الفوليوم دي تبقى ما تقدرش تغطيها بالدوز بتاعتك، نتيجه مثلا انت مثلا في القافل بالام ال سي، على لو بنتكلم على السي دي مثلا، على الاورجن ات ريسك، قافل على برين ستيم، قافل على الانس بتاع، في اوفرلاب باروتد مثلا، بس انت خلاص 90 95 95 بتاعتك اكسبت. لكن ما ينفعش انت تعمل اكسبت الكولد سبوت جوه البي تي في او الجي تي في بتاعك، ده نوت اكسبت. ما ينفعش انك انت تلاقي فيه نقطه بيضه كده جوه البي تي في بتاعك، فده ايه نوت اكسبت. نيجي للاورجن ات ريسك، نرجع بقى، احنا شفنا الدي في اتش للمفهوم الدي في اتش وعلاقته الدوز بالفوليوم. نيجي بقى نراجع الاورجن ات ريسك بتاعتنا. كل اورجن ات ريسك بتاعتنا ليها حاجه اسمها دوز كونسترين او دوز ليميت. احنا كفيزياء احنا بنشتغل تحت الدوز ليميت ده، ما نقدرش نتعدى الدوز ليميت ده، لان لو حصل عدينا الدوز ليميت بتاعنا يحصل حاجه اسمها سيفير توكسيسيتي او راديشن توكسيسيتي هتحصل للمريض، سواء بقى ليت افكت كيوت افكت الكلام ده كله. لكن انا بالنسبه لي انا شغال بالكريتيريا بتاعتي. على سبيل المثال مثلا عندنا الاوبتيك باث واي من اول اللينس والاوبتيك نيرف والاوبتيك كازم والكلام ده كله، ليهم دوز كونسترين معروفه مثلا 54 و55، واللينس تقريبا في ناس اكسبت من 10 جري و8 و5 والكلام ده كله، والسباينال كورد عندك من 45 ل 50 مثلا جري اكسبت ماشي. طيب انا لو انا عديت بقى ال 50 وعديت مثلا بالنسبه لللينس مثلا عديت ال 15 او 20 جري، المريض لا اما هيتصاب بعمى بليتنس او بارالايزس، هيحصل له شلل في انك خلاص ضيعت الفانكشن بتاعت السباينال كورد، ضيعت الفانكشن بتاعت اللينس، تمام. طب انا بالنسبه لي الاورجن ات ريسك بالنسبه لي بريوريتي بالنسبه لي اثناء البلان بتاعي، فانا بالنسبه لي انا مطلوب مني كفيزياء اوصل الجرعه الموصوفه للورم واحافظ على الاعضاء السليمه اللي حوالين الورم انها تكون تحت الدوز ليميت بتاعتها. طبعا مش كل الحالات، بس يعني احنا بنحاول، يعني في حالات صعبه ويكون بقى مع التفاوض مع الطبيب بتاع الحاله، تقعد تتناقش معاه تشوف بتاع الكلام ده كله، والتكنيك برضو بتاعك وحالة المريض وتصويره، في عوامل كتيرة بتساعد على الموضوع ده. بس في الأول وفي الآخر أنت بتبذل مجهودك علشان تحقق الكريتيريا بتاعتك بالنسبة للبي تي في وبالنسبة للأورجن أت ريسك، تمام. إحنا بالنسبة للدي في اتش ما قلنا قبل كده، بالنسبة للدي في اتش هو بيدينا انفورميشن عن الماكسيمم دوز، المين دوز، المينيمم دوز في الأورجن أت ريسك بتاعتنا، تمام. لكن ممكن فعلا كأرقام في الدي في اتش لا البلان كويس جدا، لكن تيجي بقى في الدوز ديستريبيوشن لا، ما تلاقيش بقى، تلاقي فيه هوت سبوت وتلاقي فيه ما فيش دوز هوموجينيتي والهيتروجينيتي اكتر في الهوت سبوت والكولد سبوت. فبالتالي ما تيجي نعمل ما نيجي نراجع على البلان بتاعنا ما نراجعش على الدي في اتش بس، لا نراجع الدوز ديستريبيوشن بتاعنا بالايزو دوز لاين بتاعتنا ونشوف ال 95 مغطيه قد ايه، فده مهم جدا. يعني على سبيل المثال مثلا لو انا عندي حاله فرتبرا مثلا، انا عايز اشوف ال 95 بتاعتي واصله لقد ايه من السباينال كورد بتاعتي، لان احنا عارفين السباينال كورد قلنا من 45 ل 50 جري. فانا عايز اشوف مثلا لو انا عندي بلان 50 جري مثلا، تمام، زي مثلا حالات مثلا حاله بريست مثلا كونفنشن 50 على 25، والسباينال كورد ساعات بيكون اورجن اتسك لو احنا عندنا لينفنود. فانا عايز اشوف السباينال كورد وصل له ال 95% اللي هي 47.5 جراي، واصله لقد ايه من الفوليوم، تمام. فدي مهم جدا ان احنا نراجع نشوف الايزو دوز لاين بتاعتنا. طبعا احنا الكريتيريا بتاعت الايزو دوز الكريتيريا بتاعتنا
احنا يعني اللي شغال مثلا في مصر زي اللي شغال في السعودية زي اللي شغال في الصين في الهند في اوروبا في امريكا، كلنا شغالين بالكريتيريا واحدة احنا شغالين بيها. عندنا الكوانتيك والار تي او جي وامامي، دول السورسات بتاعتنا في الشغل بتاعنا. وعندنا بالنسبة للاي ام ار تي عندنا الهايبر فراكشنيشن التاسك جروب هي ايه واحد بالنسبة للاي ام ار تي. نيجي بقى لاخر خطوة اللي هي البريسكريبشن. دي بقى خلاص دي اخر خطوة. اجي انا كفيزياء انا احب يعني انا افضل يكون في 2 فيزيين موجود معاك وهو بيعمل بلان ابروف، يعني اللي اشتغل الحالة والواحد يعمل ابروف. تراجع الاول حاجة على التوتال دوس، يراجع اللي هو الفور ايز، يعني احنا نراجع ورا بعض، يعني ممكن انت تسرح ما خدتش بالك حطيت مثلا نمبر بيرفراكشن في الدوز بيرفراكشن وعكست، فالتوتال دوز عندك مظبوطة لكن الاختلاف هيكون في النمبر اوف فراكشن دوز بير فراكشن. فبالتالي نرجع اول حاجه التوتال دوز دوز بير فراكشن، نراجع التكنيك اللي احنا نشتغل بيه الانرجي، تعمل سكادول تنزل السكادول بتاعتك تنزل البلان بتاعك تنزل السيت اب فيلد بتاعتك اللي هي الايمج جايد، سواء بقى هتشتغل بالكي في كوم ام سي تي بورتال ايمج، فدي كلها حاجات مهمه انك تراجعها قبل ما تعمل البلان ايه ابروف بتاعك. خلاص انا والدكتور اتفقنا البلان ابروف بنطبعه، يبقى اول حاجه احنا بنعمل ابروف عليه، فمجرد وانس انك بتعمل ابروف عليه تريتمنت بلان تريتمنت ابروف وبلان ابروف خلاص هو اتبعت على الماشين جوه خلاص تمام، وبتعمل برنت اوت منه وتطبعه عشان الدكتور، وما تيجي تطبع البلان بتطبعه بالدي في اتش والدوس كونسترين بتاعتك وبعدين بتمضي عليه وهو يمضي عليه تمام. لان ساعات يعني التريتمنت ابروف انت بتعمله باكونت الفيزياء يعني، فممكن لازم تطبع البلان الدكتور يمضي عليه وانا امضي عليه. طبعه البلان مهمه لانك انت بتنزل فيها البارامترز بتاعه الكاوتش الاكس والواي والزد، فالمعالج ساعات بيحب قبل ما يدخل المريض يشوف السيت اب بتاعه هل الحاله زيرو هل في شيفتات الكلام ده كله، فمهم قوي انك انت ايه تطبع. خلاص طبعته وخلصت خلاص كده انت ايه أنهيت مهمتك بسلام. شكرا لحضراتكم، التوفيق بإذن الله.